السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. نواصلوا خوتي مع فضائح الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، باش نرجع للغلطه اللي نطق اللي نطقت، قلت استقاله، هي اقاله وليس استقاله، عفوا مجرد النطق برك. الفضيحه واش تمثلت؟ تمثل في مشروع الوهمي لزاتشي لأكاديميات الفاف ومشروع لاماسيا أكاديمية بارادو لتدعيم المنتخبات الوطنية. اليوم مالي تعطينا درس، اللي شاهد المقابلة وتابع مقابلة مالي ضد المنتخب السنغالي في كأس افريقيا لأقل من 19 سنة لأقل من 20 سنة بالنيجر، مالي تعطينا درس، مالي تعطينا درس. هذا البلد، هذا الفقير، بلد تاع الحروب والمشاكل الاجتماعية، يعطينا درس. مالي اليوم اللي فازت ودات كأس افريقيا ونالت كأس افريقيا بطل افريقيا بعد مقابلة قوية مع المنتخب السنغالي القوي، انتهت بضربات الجزاء بعد ما كانوا متعادلين هدف لهدف، كملت المقابلة بضربات جزاء 3-2 لصالح مالي. اذا نكمل، علاش ربطتها بالفضائح؟ لانه زاتشي كان يتغنى وكان الناس تتغنى بالاكاديميه، اكاديميه لاماسيه، لاماسيه بارادو، عندي اكاديميه كبيره في اوروبا وهي المخيره في الافريق. نعطيكم بسبب بسيط، علاش النفخ والزوخ وما كان والو، يزوخوا على الناس ويفوخوا على الناس ما كان والو. كان دوره يديروها في قطر اسمها دوره تاع اسباير، هذيك يجيبوا فيها النوادي الأوروبية، نوادي إفريقية عربية، منها الوداد، الرجاء، الترجي التونسي، يجيبوا فيها باريس سان جيرمان، يجيبوا فيها زينيت الروسي، زينيت سان بيترسبورغ، يجيبوا فيها أندية أوروبية معروفة وأندية أسيوية، أندية كورية، أندية ونادي أسباير زون تاع قطر، يعني يجيبوا النوادي الأوروبية باش تتنافس فئات الشباب اللي أقل من 17 أقل من 20. ولا مرة شاركت بالمناسبة لاماسيا، لأنها لو تشارك راح تتفضح، ولا مرة شاركت. نزيدوا نروحوا لبعيد، اللاعبين اللي جابوهم قلت لكم خوتي روحوا اطلعوا، إلا رانا نكذبوا عليكم، من الإي 15 حتى الإي 20، إي 23، من الإي 15 حتى الإي 23 تلقى في كل قائمة للمنتخب الوطني أقل شيء 7 لاعبين من نادي لاماسيا، 7 لاعبين من نادي لاماسيا. النادي هذا اللي كانوا يفخونا ويقولونا باللي عندهم لاعبين نجوم وعالميين ورايحين للتكوين وكذا وكذا. التكوين يا خوتي كما تعرفوا، كما قلتها سابقا ونعاودها لكم، التكوين يكون من 5 سنين إلى غاية أن يصبح اللاعب في صنف الأكابر. لكن هذا الرئيس الذكي اللي تفطن وعرف باللي هذا من الصحافة اشريها يمشوا معاك في الخط، يجيب اللاعبين اللي عندهم 17 16 15 سنة ويدخلهم في نادي بارادو، يخدم بهم عامين هما في النادي، سنين عامين، ومن بعدها يسوقهم ويبيعهم. لما نفس الشيء ما حصل مع عطال ومع عديد من اللاعبين، يعني مش غير عطال برك، بن سبعيني والقائمة طويلة. اللاعبين اللي يدعي هو باللي كونهم اثبتوا الفشل نتاعهم. اللاعبين اللي يدعي زاتشي وبارادو انهم هما اللي كونوهم ويرجع الفضل ليهم اثبتوا العديد من المرات الفشل نتاعهم. بدليل انه اعطيتكم مزياني منصوري نتاع اللي جابوه للمولودية من بعد راح الوارن، من اللي موشي يلعب ديما، والعديد والقائمة طويلة اللي فشلوا. عروس اللي كان جابوا ماجر بالقوة وقالنا خير من زفان وخير من بالخيثر أثبت الفشل نتاعو. الآن أيضا خوتي أكاديمية هذه ما قدرش تلعب في الأفريق، وللأمانة كما يقول سي بوحنيكا، للأمانة أنه منتخب الغانا اللي نفخوه ما راحش لبعيد للنهائي. شكون اللي كاين في النهائي؟ قلتولنا غانا هو الميور ايكيب اللي لعبت مع الالجيري في لافريك كامل،
لا فينال مالي سينيغال ما كانش غنى خلاص. هذه بيجا هذا مربط الفرس هذه الاولى اللي كنتو نتوما تفوخوا وتزوخوا باللي حنا المنتخب لي اوفان لعب ضد منتخب الغاني اقوى منتخب هو اللي راح يدي البطوله الافريقيه اذا تاهل وكذا وكذا. المولا فينال بين مالي والسينيغال ما كانش غنى. النهائي بين مالي والسينيغال ومالي اللي ما عندهاش نعاود نذكر ما عندهاش مراكز تكوين كما يدعي سيزاتشي اللي قال لكم انا ندير لكم مراكز تكوين. واللي يعرف العام والخاص اي اتحاديه في العالم ما عدا اتحاديه زرشي لانها أسوأ اتحاديه منذ الاستقلال. اي اتحاديه في العالم ماهيش اللي تبني مراكز تكوين، تبني فرع ولا مركز واحد يجتمع فيه كامل المنتخبات لانهم اللاعبين يتكونوا في النوادي نتاعهم. هذه العالم كل يمشي كيما الا زرشي. زرشي خارق للطبيعه، زرشي هنا كراك، فات الاوروبيين وفات الاسيويين وفات البرازيليان وفاتهم كل في المخ. خاطر واحد ما يحاسبه، من المفروض تتم محاسبه ما تبني حتى مركز. كاين مركز واحد ووحيد هو مركز سيدي موسى، والانديه الجزائريه هي اللي تتكفل بتكوين اللاعبين. هذيك الحاجه ترجع للدوله الجزائريه تسن عليها قوانين وتفرض قوانين لكل النوادي للتكوين مع بالتنسيق مع الوزارة. كي نقول الدولة يعني الوزارة والوزارة الوصية والاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة باش نحبو نطوروا كرة القدم الجزائرية. بصح زادشي جابها لكم من الاخر، هنا انتيليجون زادشي تقدرش تحكمو. قال لكم انا اللي نبني مراكز التكوين، ندير ربع مراكز التكوين، واحد في الشرق وفي الغرب والشمال والجنوب بس للاستهلاك باش يقدروا تعطوني شي وقت تصبروا عليا باش نكمل الموندا تاعي 4 سنين ونبذروا المال العام، لان هذا مجرد تبذير المال العام. مركز واحد ووحيد يكفي. قضيه نوادي هي اللي تتكفل بالتكوين. مالي درس، مالي دوله فقيره، دوله عندها الحروب، عندها المشاكل، ما عندهاش مراكز تكوين، ما عندهاش بحبوحه ماليه، ما خلولهاش الرجال 750 مليار اكثر من 750 مليار. مالي تعتمد على لاعبين تاعها اللي مكونين في النوادي تاعهم ومدرسة التكوين. صليف كايطا لاعب سابق كما قال لكم ماجر راني عندير مركز تكوين، وينو ماجر؟ يعني هو اعترف قالوا له ماجر كنت تقول لنا باللي راك عندير مركز، قال لهم انا ما قلتش دير مركز تكوين، ما علينا ما يهمناش، خاطر اللاعبين قدام احنا وحنا وكنا وحنا وحنا اللي خيطنا البالو، هذا عايشين بالماضي ما يهمناش. قلنا خوتي مالي دولة فقيرة ما عندهاش مراكز تكوين، ما عندهاش رئيس اتحادية ليهف الناس اللي قال لهم ندير لكم 4 مراكز تكوين داخل مالي من الشرق والجنوب والشمال، ما عندهمش. عندهم ممكن ديتيان هكا ولا مركز يجتمعوا فيه اللاعبين، بصح اللاعبين يكونوا متكونين في النوادي نتاعهم، وعندهم لاعبين بيناسيونو اللي نحيتوا لهم الجنسية في البلاطوهات وزرشي نحالهم دار لهم منشور تاع العار هذاك تاع افيك اونجاجمون. هما يعتمدوا على ابناء وطنهم كيما المغرب كيما كل الدول الافريقيه لما يخصوها لاعبين ما عندهاش في الدوري المحلي نتاعها تلجا الى لاعبين في اوروبا. اما الاستثناء ممكن المغرب اللي يعتمد بنسبه 90% على لاعبين مكونين في اوروبا اللي هما مغاربه، لاعبين مغربيين مكونين في اوروبا. العكس لما جات الاتحاديه هذه كل ما هو من وراء البحار فهو ليس لاعب جزائري. يكون يعود مولود في الجزائر واهله غادروا الجزائر وهو كبير غادروا الجزائر يعتبر ليس جزائري من مفهوم زاتشي والاتحاديه الجزائريه لكره القدم وبعض القنوات ومحللي البلاطوهات. اذا بالمختصر المفيد خوتي، مالي تصفع زاتشي وتصفع الفاف وتصفع اكاديميه لماسيه اللي طبلوا لها وزمروا لها، والحمد لله اليوم بدات تكشف بالامور بالشويه باللي كل شيء يمشي بالهف. هذا الشيء اللي قال لكم عندي مشروع وكذا، المشروع نتاعو كما قال حسين عاشي وقال لكم راهو حبي يفرض علينا لي جوار، ما ذكرش النادي اللي ذاك بصح قال لكم حبي يفرض علينا لي جوار. يعني هذه هي مكن لا تسير، لا مستوى نظره بعيده، لا استراتيجيه، ما كان ولا شيء. رانا نضيعوا في الوقت، وراهي الاتحاديه تاكل في الاموال، وراهي تعيش بالهف تهف الناس. نديروا 4 مراكز ونديروا 5 ونديروا الجنوب والشرق والشمال، وبينما الناس راهي تتطور
والناس تتحرك، وحنا راه نرجعوا للوراء، نرجعوا للوراء للاسف. باش ما ننساش الف مبروك لمالي الشقيق، مالي الجار، لحصوله على كاس افريقيا ومزيد من النجاحات. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.